بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 25 على 1 بعنوان المسح على الجوارب والخمار والضمان الاجتماعي وحقوق العمال. تم تسجيل هذا المجلس في 8 جمادى 1407 هجري الموافق 9 1987 ميلادي. الموضوع هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما أصبح الصباح خرج لقضاء الحاجة، وكان من هدي عليه السلام أنه إذا خرج أبعد، وصحبه في هذا الخروج المغيرة بن شعبة، ومعه إداوة من ماء. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته أقبل المغيرة يصب عليه وضوءه، فلما وصل إلى الخفين هم المغيرة بن شعبة بخلعهما، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمقصود من كلمة طاهرتين يعني موضأتين، مش طاهرتين من النجاسة، وإنما المقصود الطهارة الشرعية، يعني بتعبيرنا اليوم البستن على وضوء. دعهما، ما في داعي للخلع، لأنه أنا أولا البستم على وضوء كامل، غسلت فيهما القدمين، فيه القدمين، ثم أنا أريد المسح عليهما الآن، فدعهما ومسح عليهما. ولا بأس من إتمام الحديث للفائدة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتظروه في المسجد، فلما تأخر عنهم قدموا عبد الرحمن ابن عوف فصلى بهم إماما. لما رجع الرسول عليه السلام ومعه المغيرة ورأى الناس يصلون خلف عبد الرحمن، هم بأن يخبرهم، فأشار الرسول عليه السلام أن دعهم وانضم إلى الصف وصلى.
فسلم عبد الرحمن بن عوف وقام هو عليه السلام والمغيرة بن شعبة يقضيان الركعة التي فاتتهما. ولما سلم ونظر في وجوه القوم كأنه عليه السلام لمح شيئا في وجوههم كأنهم يشعرون بأنهم لعلهم أخطأوا مع الرسول عليه السلام، فطمأنهم بقوله أحسنتم هكذا فاصنعوا، أي إذا تأخر الإمام الراتب عن الحضور لأداء الإمامة عن وقته المعتاد فلا مانع من أن تقدموا واحدا منكم. فلا عن أن الرسول صلى. نعم. هذا لغز. من هو الرجل الذي صلى الرسول خلفه في حياته في غير مرض موته؟ الجواب هو عبد الرحمن بن عوف. في مرضه بجنب أبو بكر صلى. ما صلى. هلا خلينا بحديث المغيرة. فالمهم قال لهم أحسنتم هكذا فاصنعوا. من هذا الحديث وهو قول عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أخذ جماهير العلماء شرطية الوضوء الكامل لجواز المسح على الخفين، فإذا عرف ذلك سهل علينا أن نفهم جواب السؤال السابق، أنه هذا الذي توضأ وضوءا كاملا ولبس خفيه أو جوربيه ثم انتقض وضوءه فتوضأ ومسح عليهما ثم خلعهما بعد انتقاض الطهارة والوضوء بالمسح على الخفين، لما رجع إليهما فمسح عليهما مرة ثانية بعد ما كان انتقض وضوءه ونزعهم، هنا لا يصدق عليه قوله عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لأنه هو أدخلهما ممسوحتين وليس مغسولتين بطريق الوضوء الكامل. واضح أبو عدنان ولا في إشكال؟ لا ما في إشكال، بس فكر معك إن ما هو لا يزال على وضوء. كيف دخلهم؟ ما قلنا كيف لا يزال على وضوء؟ لا لا، نحن قلنا قلنا انتقض وضوءه ومس عليهما ثم خلعهما. لهون واضح. بدنا نرجع للصورة الثانية، القسم الأخير المرة الثانية. يعني إنسان توضأ وضوء كامل ولبس لبس. طيب اللي كان شو اللي ما فهمناه؟ لسه تكلم ايش اللي معني شيء هذي ما فهمناه شو هو؟ انه هو لما بيقدر يصلي ما امكنه لما ينزعهم على المسح، باعتبار هو يعني وضوء يعني عنده وضوء موجود، لما يلبس الجراب على يلبسهم على الكون. ايوه مشكور صحيح، يلبسهم على طاعة غير صحيح. في صورة ثانية ما بيقدر يصلي حتى قبل ما عنده وضوء ما بيكون، لو لبس جرابه لازم يشتحن يغسلهم. في الصورة الثانية اللي انت سألتها اللي هو رجل توضأ وضوء عادي ثم لبس الجراب تبعه مسح عليه انتقض وضوءه ثم مسح توضأ بمسح بعدين ظل على وضوء المسح خلع جوربين ورد لبسهم مرة ثانية وتوضأ فمسح. هذا سؤالك الثاني صحيح؟ هذا الأول يا شيخ. هذا الأول بدون نقد. هذا الأول جاوبنا عنه.
بس انا عم اسال ابوك سؤال، شو هو اللي ما فهمناه؟ هو قال هذا فهمناه، يعني هذا اللي كررته انت هلا. قال انه هذا فهمناه. بس برضه قنعت لي، عندي شفت الثاني السؤال انه هذا هو بدنا اياه. انه صحيح، لانه انت لما نزعت الجراب نزعت الوضوء مع، يعني ما بتقدر اجريك لبيك دخلوا ثاني مره دخلتهم على غير ما نزع وضوءه. يعني واحد توضى وخلع جوربيه. اي ما بينتزع وضوءه. اذا شو هي الصوره الثانيه اللي ضيعتونا عنها؟ انه بده يدخل جراب ويدخلهم على غير مغسول غير طائرتين صار. ما ينتهى البحث فيها. وعرفنا انه مخطئ والدليل. فيش غير خوف هذه الثانيه. نعم. لا مش هذا الثاني. فهمونا السؤال الأول والثاني. الأول اللي هو تطور الحركة. أنا ذكرت الثاني كان. هذا الأول. هذا الأول. أنا كنت فاهم قبل السؤال والله برضه. هلا هو أبوكم يا جماعة ما قال عن ذاك الرجل الاعتراض. قال له ليش ما بيجوز انا امسع على الجوربين ثاني مره؟ قال له ابوك انه ما بيجوز، لكن شو الدليل؟ ما بيعرف. صح؟ جبنا الدليل حديث المغيرة بن شعبة. هاي المسألة الأولى، شو هي الثانية بقى؟ اسمح لي. تفضل. أنا على وضع هلا. أنت بدك تسأل سؤال بيكون ثالث، أنا بدنا الثاني. إن شاء الله خير. معليش بس بدنا الثاني. الثاني بدنا الثاني اللي طرحه عمك. الثاني اللي طرحه عمي انا بس. ايه طيب تفضل. اي انا على وضوء. طيب. ماسح عليه، ولا فعلا معي وضوء. طيب طيب. شلحت الجراب. شافي؟ شلحته. شافي؟ رديت الفستون. نعم. هلا رحت مشوار اعتبرني نقضت وضوئي بعد ما لبسته. نقضت وضوئي. هلا بصح لي، هلا انا منقوض وضوئي. هلا بصح لي اروح امس اتوضا وامس عليه. مكانك راوح. هذه مكانك راوح، هذا البحث الاول. انت لبسته هلا على طهاره ولا؟ على طهاره. وين على طهاره؟ هلا من سلحته. لا يعني انه ليش السؤال؟ انه فكره انه بصير الصلاه فيه ولا لا؟ شو بدك فكره هلا انت احكي. انا لابسه على هو الحديث انه مش على طهارة. لك اخي هلا انت بدك تقرر ولا بدك تسال؟ سؤالك اللي سالته هو الاول. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلين. أنا لو فهمت الصورة الأولانية إنه ما صار نقض وضوء. كيف صار؟ يعني لبسه وبصير يصلي فيه كمان قد ما بده. نعم. بدون وضوء بدون شيء. إيه لكن هذا الوضوء. يعني صار فيه نقض. أخي هذه مسألة أخرى. يعني واحد توضأ وضوءاً كاملاً. ثم بعد مدة انتقد وضوءه فمسعى الجوربين. ماشي لهون؟ السلام عليكم. عليكم السلام. خلع الجوربين وهو على الوضوء اللي كان ماسي عليهما. بتم بيصلي من الصلوات لحتى ينتقد وضوءه بناقض من النواقض. خلع الجورب ما بينقض الوضوء. خلع الجورب ما خلع الجورب ما هو من نواقض الوضوء. أنا مسحت على الجوربين وتم وضوئي سليم من النقض من النواقض المعروفة. لأمر ما خلعت الجوربين وضوئي بتمت ما هو وضوئي بضل زي ما هو. لحتى ينتقد بناقض من النواقض. هو انتقد من النواقض. كيف؟ انتقض بعد ما انت مسحته خلعت الجوربين ورجعته. ايه انتقض. انتقض. انتقض.
يستطيع أن يمسح؟ لا، هذا اللي حكينا منقول. هذا اللي حكينا أول مسألة. هذه المسألة الأولى اللي فهمتها. شيل مسألة واحدة. أبوي عنده سؤالين. لا، هو سؤالين. أبوي عنده سؤالين. السؤال الأول فهمته إنه ما صار نقل، إنه شلح ورد دبس. طيب، في سؤال ثالث نفس الموضوع. تريد من طالبك بالثاني. الندين الندين وحدي عندك، ثاني ما بنعطيك اياها. شرحت الجوله قلنا احنا بعد ما شرحوا لامر ما بده يشوف شيء باكل وإجره اللي طب ما نطلبوا شيء، شرح اجره ورد يمشي. يختلف هذا عن الحكم. السؤال ناقص يا عدنان. كان المسح توضى ومسح وصلى ما شاء ومسح على الجورب مرة وثانية وظل على وضوءه، المسح الأخير مسح إجره، أجا هو شلح جوربه، شلحها في فترة قصيرة. مكانك راوي. رد لبسهم ما نريد نمسح، لا لسه ما تطلعه، هل يصلي أم طبعا؟ لكن يا حبيبي ما كان ماسي عليه هون. خلاص ما بيجوز. ما دام ماسي عليه هون بس يخلع الجورب الممسوع عليه تنتقد مدة المسح، أما الوضوء ما بينتقد. استاذ بيقدر يصلي يعني. ما دام ما انتقد وضوءه منقول من ساعة. والله لو بتعفينا من الرائحة يا أخي. ما لنا هلا. ها؟ مش عاملها رائحة. هذا دينا ليش رايحة؟ بس رايحة من قديم. ليش هي مال الرائحة؟ هذه سبحان الله نوعيتها جيدة. هاي ما بتطالي ريحة؟ طلعت الجوربين على طهارة كاملة. في فائدة الشيخ مذكورها كمان في هذا الحديث يعني إليه حتى هذا. يقول الشيخ لو توضيت أنت مثلا غسلت رجل اليمنى وجيت لبست جوربك ولسه رجلك اليسرى ما غسلتها، بهذا الحديث ما بصح هذا الطريق. ليه؟ لأنك أنت لما أدخلت رجلك بجوربك برجل اليمنى أنت ما توضيت وضوء كامل، لأن رجلك اليسرى ما غسلت السهر، فلازم الثنتين نغسلوا وتنتهي منهم بعدين تلبسهم. أنا كنت أعرف إنه في الله يجزيك الخير والله، هذه فائدة. أول مرة أصل الحجرين شيخنا واقفين على حجر. أيوة والله الله يجزيك. بس الواحد بلبسوها بعدين بشكل ثاني. شيخ ذكرها في هذا والله كويس. أنا كنت أخشى إنه لو مرة واحد يرجع يحس إجراب بعد ما يشرح له بيرجعه ما بقدر يصلي. ما بقدر. يعني الآن لو حكتك شغلة زي قلت أنت حسيت إنه بنمني ما بصبعه فكرت تروح ليش اعملها احسن تروح علي بعدين. الفرق بينك وبينك في تقييم الاسئله بس. يعني كل شيء واضح. كيف؟ تقييم الاسئله كان خلاص. ما بقبل السؤال الثاني. الله يسامحك بالترتيب. اعطيني السؤال الاول والثاني. وقدم واخر ما شئت. خلاص درسناه خلاص. بس في كمان عم بعض الناس بالنسبة زي ما تفضل الشيخ في الموضوع هذا، لو أنت يعني توضيت الصبحية أصلا المشرق وضل معاك الوضوء أصلي وقت الضحى حكتك رجلك شلحت جرابك وعادت تلبسته. هذه معروفة. هذه بتكمل. لأنه لأنس لسه. لأنه من المنتقد الأصلي. بعدين الشيخ كمان بيجي بنفس حديث مغيرة كمان فائدة شيخنا تفصلها بأنه إذا كان يعني له في أقوال إذا كان انتهى الباب في اثنين مسبوقين واحد منهم بيلتحق الباب بنفس المسبوق. الشيخ بيجيبه بنفس الحديث هذا فإذا إنه يصلى الرسول صلى الله عليه وسلم خذ عبد الرحمن وما اعتام المغيرة بالرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الحديث. جزاه الله خير الشيخ بهذا. في ننتقل إلى موضوع ثاني. بس في سؤال على حديث في مثلا في مسجد صلاح الدين بصلاة المغرب أحياناً أبو مالك بتأخر، فهذا يثير صخب بعض المصلين خصوص الجدد يعني. فيفهم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه مثلاً لو أحد إخواننا مثلاً أقام الصلاة مثلاً وصلى جماعة بالناس، مش هذا يعد يعني من نوع الفائدة؟ لأنه مع خبر أبو مالك تقصد يجوز يعني؟ طبعاً يجوز.
لا لا مالك بقول له لا احيانا تاخر او مالك استاذ انت حكيت انه اذا تاخر عن المعتاد طبعا معول 10 دقائق المسجد متعود مثلا 10 دقائق او ربع ساعه بعد الاذان الرسمي المغرب يطلع الامام اذا اجوا ناس جدد مفروض انه يعني يفهموا وضع المسجد ان هذول الجماعه المعتادين اللي بيصلوا معتادين انهم بيستنوا ربع ساعه هذا صحيح لذلك نحن حط قيدنا الموضوع الوقت المعتاد متعود عليه استاذي بخصوص المسح لو انسان توضا وبدي يلبس الان جرباته لبس الرجل الاولى وفي الثانيه انتقض الوضوء اي يسلح الثانية يعني هاي النقطة لازم تفهموها جيدا وخلينا نشرحها بصورة مبسطة واحد ومناخذ الفرائض فقط فرائض شو هي الفرائض غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق غسل اليدين ومسح الرأس كله وغسل القدمين إلا اليدين هذولا مش غسل اليدين الذراعين المقصود الآن بدأ بوجهه غسل وجهه وتمضمض واستنشق هلا بسألكم سؤال تعرفوا الجواب توضأ ما توضى أدى الفرض الثاني غسل ذراعيه توضى مسح رأسه توضى غسل رجله اليمنى توضى إذن ما بيصح يقال توضى لحتى يغسل رجله اليسرى فهو الصورة اللي هو حكاها آنفا وانت الآن يعني تسأل نفس السؤال تقريبا بعبارة أخرى لما غسل رجله اليمنى ولبس الجورب عليها ما لبسه على وضوء لأن الوضوء ما بيكمل إلا لحتى يغسل القدم اليسرى أستاذي غسل القدم اليسرى وانتهى والآن عم بلبسه بالجربات أنا بحكي يعني انتهى وضوءه وكل شيء لبس اجره اليمين بعد ما انتهى مش يعني بعد مش غسل اجره اليمين واللبس وغسل اجره الشمال واللبس دخل لا انتهى الان انا انتهيت من الوضوء طيب عم بلبس لبست الجربات الاولى اي نعم طبعا طبعا فبعد ما انت بدي اجلس الثانيات ولا انتقض الوضوء طيب انتقض وضوء اي نعم شو بيساوي؟ قال انتقض وضوء يعني يمسح فرضا مثلا على هيك لا بعدين بيصير مستحق الشيخ في خلاف العلماء انه له قول اذا كان نزع الممسوح تاخذ الوضوء في خلاف وشو الدليل الصحيح يعني حتى نحن الحج معانا انه ما بينقض الوضوء دليلنا على ذلك هو الاصل حديث علي حديث علي شوف إنه علي كان في أثر عنه هذا مو حديث هذا أثر دليلنا على ذلك البراءة الأصلية يعني لم يوجد في الشرع ما يدل على أنه خلع الممسوح عليه بينقض الوضوء ولا يجوز إثبات حكم شرعي إلا بدليل ملزم وهذا مفقود فإذا نحن على الأصل هذا الأصل بيتأيد بفعل بعض الصحابة منها أثر علي أنه توضأ ومسح على نعليه ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس إمامه مو بس صلى بنفسه لنفسه صلى بالناس إماما وهذا صحابي جليل ولا يوجد ما يعارضه وماشي عمله مع البراءة الأصلية كما قلنا فهذا وذاك هو حجتنا لمن قد يجادل بغير علم وكذلك
كان ذكروا اليوم تكلموا فيه الشباب، بس انا حبيت مشان يتسجل مع الموضوع. اي نعم. تم الموضوع بالتسجيل. جميل. المسح على الحطه وعلى الطي وعلى الاشياء، حكمه نفس حكم الجوره؟ اي نعم. لا، الحكم اسهل. المسح عرفتم، مسح على القدمين يشترط فيه أن يلبسهما على طهارة كاملة، أما المسح على العمامة ما فيها شرط هذا إطلاقا. يعني واحد خرج من بيته حط القضاضة على رأسه، لما إجا بده يتوضأ مسح عليها وهو لم يكن متوضئا، يجوز هذا؟ ما بخدم النساء هذا جدا جدا. يعني ما في شرط، يعني مثلا ما تلفت خمارها تفضل مسحت عليها. ثم بالإضافة إلى ما سبق من الدليلين، إذا صح التعبير، الدليل الأول براءة الأصلية، الدليل الثاني فعل الصحابي، ذكرت دليل ثالث هو القياس، لأن العلماء مجمعون على أن لو رجلا توضأ ومسح على رأسه ثم حلق شعره ويتم وضوءه سليم، مع أنه ماسح عليه والمسح عليه فرض، فكأنه في الصورة على من يقول أنه خلع الممسوح عليه بينقض الوضوء، هذا يعني معناه خلع الممسوح عليه رماه أرضا فبطل وضوءه، وهذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد. ولها صور كثيرة، بس أنا أخذت الصورة لأنه خاصة بالنسبة للقول الصحيح أنه يجب مسح الرأس كله مش طرف منه، لكن هو بصير كثير إنسان بيتوضأ بيقص أظافيره، بيتحمم بيشوف أظافيره صاروا طرايا خاصة القدمين، فبينشط لقصيمة فور إيش الغسل وفور الوضوء. ما أحد يقول من أهل العلم أن هذا انتقض وضوءه أو غسله لأنه انكشف شيء كان مغطى، هذا مثل هذا تماما، ولا أحد يقول بأنه هذا ينقض. شو أدلة المسح شيخنا على الإمامة وعلى في الحديث في صحيح مسلم أن كما من حديث المغيرة، لكن لم يذكر في سفر، أن الرسول عليه السلام كان يمسح على الإمامة، وأكثر من هيك في أمر من الرسول عليه السلام بالمسح على الخمار، ولا يسبقن إلى ذهن أحد أن الخمار هو غطاء الرأس خاص بالنساء، لا، هذا الذي هو على رأسك الآن هو خمار، لأنه خمار لغة هو غطاء الرأس. كل ما في الأمر أن المرأة تؤمر كيف؟ يعني روح مرات تبعلها عشان نسل. أي ما في مانع. طيب متى شيخنا المسح يعني؟ بل اليد واحد تكفي لا لا، هو المسح الإمامة أو الخمار هو بديل عن مسح الرأس مباشرة، فكما يمسح الرأس يمسح الإمامة. كلها. والقدمين كنت مرة قلت يعني لو أنه أي جزء من الجزء الذي يغسل. اي نعم، لانه ما في عنا الا انه مسح بظهر على ظهر القدمين على الخفين. اي نعم. من وين ما لمسه؟ ها؟ المنطقه من وين ما لمس المنطقه اللي وين ما لمس؟ نعم بجزء. اي نعم. تعرف شو تعلمنا احنا ولاد المدارس؟ مسح ربع الراس. اي نعم. والله في غيرك تعلم اهوى من هيك، مسح شعرات من الراس. جابوا أسئلة عن التصوير، فأخونا استطاوي عضو لجنة الإفتاء بقول إنه الصور
اللي لا تضاهي خلق الله، يعني اللي بحيث لو نفخ فيها الروح ما صارت في خلق الله، فهذه جائزة. حتى بقول لك انه ورائي للامام مالك انه العاب الاطفال حتى لو نفخ فيها الروح وتضاهي خلق الله جائز انه يلعبوا فيها الاطفال. ان شاء الله اطفال. لا اله الا الله، يعني اباح تقريبا. انت سمعت قلت هذا لم نصيبة الدار. يعني هالصنم هذا، هالصنم اللي كان ينحد في الجاهلية وقبل الجاهلية، هذا على الفرضية الجاهلية العصرية إذا نفخ فيه الروح بيعيش؟ وين أمعاءه؟ وين مخه؟ وين الشعيرات الدقيقة اللي بيجري فيها الدم؟ وين الدم؟ هو المقصود الشكل الظاهري هذا. أعوذ بالله، سبحان الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تذكر أنت في هذا المجال لما تقول الصورة هي رأس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الصورة الرأس. إذا كان الرأس، تخيل الواحد رأس لحاله ماشي. السؤال بالنسبة للحية، كأنه فهمت أنا سابقا إنه اللحية هي ما نبت على عظم اللحيين، معناته إنه ما دون اللي على الرقبة هذا جائز. في هون عن الوجه تحت الوجنتين، هل هذول يعتبروا من اللحية؟ طبعا لغة ثانية، لغة ثانية، لأنه العظام اللحيين كأنه حددناها مرة إنه كأنها غير منطقة فقط. هذول اللحيين والوجه، لكن الوجنتين الشعر النابت على الوجنتين هما من اللحية. هذا فين؟ لغة. لغة. في القاموس. قولوا شعر اللحية ما لبث على الوجنتين والفكين. هيك يعني. أما الرقبة من في أنا ما أسأل سؤال بعيد شوي عن الموضوع، لكن بما أننا جبنا ست الصور، في حرامات بطانيات للوطار بيكون عليهم صورة حيوان، فهل هذا يعتبر من نوع الممتهن؟ يعني يكونوا زي البصاق أو زي هذا لا يجوز شراؤه. لا يجوز شراؤه الأصل، وبالأولى لا يجوز صنعه. لا يجوز بصاقه. فإذا كان لا يجوز صنعه، لم يجوز شراؤه، لم يجوز استعماله، لم يجوز الالتحاف به. ما نفهم مثلا انه كان في ستاره عليها صوره شيء فقطعت وعملت وسادتين، يعني استخدامها كوساده في هذه الحاله مش هي بقيت شيء من الصوره مثلا؟ لا، قطعت الصوره. لكن انت امسك المساله من اولها، أن هذه ستارة اشتراها الرسول؟ لا. طيب مين اشتراها؟ اشترتها السيدة عائشة عليكم السلام. فالسيدة عائشة لو استأذنت الرسول في الشراء، شو بتظن؟ ما بيسمح لها. إذا من هنا يجب الدخول في الموضوع. صارت مصرية. أيوة. نفس الشيء صار. هلا صارت نشرية. خلاص يا عثمان. لا، في سؤال اللي هو نبعد شوية عن الموضوع اللي هو موضوع لا ما خلصناه. كان موجود البساطة الزواج. اهدي إليكم. يعني نفرض زي وضع السيدة عائشة. إنه موجود. فينزع مثلاً ويعمل شيء ثاني ولا؟ إذا كان قماش عادي، يعني لا يعتبر إضاعة للمال، فهذا هو الواجب. أما إذا كان سجادي مثلا أو إحرام ثقيل مثمن، فهذا لا يقطع لما فيه من إضاعة المال، إلى أنه أيضا لا يستعمل بحيث يعني يأخذ حرية الإنسان في استعمال هذا الثوب المصور. هذا
مثلا لو فرشوا تحت منه على السرير أحسن ما يلتحف فيه وهكذا. الموضوع الثاني اللي هو ضمان الاجتماعي. ضمان الاجتماعي نعرف انه حرام، لكن لنفرض انه عامل او موظف اجبر بطبيعه وظيفته انه يدفع هذا الجزء من معاشه للضمان الاجتماعي على اساس انه لما يتقاعد يرد ياخذ معاش تقاعد. فهل بيجوز له انه يحسب كم بالفتره الماضيه دفع ويصير ياخذ من مصروف التقاعد، يعني يهنأ في مصروفه باعتبار انه شيء كان دافع وشارك السابق واخذه، وما زاد عليه انه يتلفه مثلا ولا او يصرفه بوجه من وجوه المصاريف العامه؟ نعم اتلافه ما بيجوز. لا فلا انما فيما مصارف عامه اما ما ينفق على نفسه. لا بس هنا شيء لو تصورنا شخص عمل ما شاء الله ووفروا له لو فرضنا 1000 دينار بهالسنين، عطوه 1500 مثلا، 1100 مش مهم يعني دقة الإناب دقة المثال، فهو له الحق بالألف لأنه هذا اللي كان قطعوا له من معاشه ومن راتبه، وليس له حق فيما زاد على الألف. لكن يجب الفهم للموضوع فهما جيدا، وهو أن هذه زيادة نحن نقول أنها محرمة إذا كانت ربا، لكن إذا كان شيء منه ربا وشيء منه فعلا من الدولة منحة بسبب تقاعد هذا العامل، حينئذ ما بنقول نحن الزيادة كلها بيصرفها في المرافق العامة كما قلنا آنفا، وإنما إذا أمكننا أن نعرف نسبة الربا في هذه الزيادة رفعناها وصرفناها في المرافق العامة والباقي يستمتع به كالألف. هم بالحقيقة مثلا لنفرض أن معاش رجل 100 دينار بيدفع 5% والمؤسسة اللي بتشغله بتدفع عنه 10% بالضمان الاجتماعي، بما مجموعة 15، فال10% هاي تحسب كأنها إله، لأنه هاي بالأصل لو ما في ضمان اجتماعي ما بيدفعوا له إياها في نهاية المدة. إيه. هذه والشيخ حتى شغله كمان يعني المجال السؤال انه ما اجتماعي لما تنتقل دائم منه استخلص 1000 دينار حط عليه 50 ريال، فانت بتاخذ 1000 دينار تستخلصهم منه، اذا كان انت مش باخذ منه من هناك مخصموه عليه فبعطوك 1000 تسلمها 1000 وترجعها 1000. فقال الشيخ هاي الناحية بجوز، فأنت ممكن تستغل هاي الناحية. اسألو يا أحمد شو شغلة هذا اللي بدك تفكره؟ لا في أمليه شغلة فتحت علينا مرة، أنا سألت الأستاذ لكن المرة بدي أسأله بشكل أوسع. أستاذ إحنا عندنا في علاقتنا مع العمال في قانون العمل في الأردني في تعويض وفي إجازات وفي كذا، احنا غالبا اللي عندنا العمال المصريين يعني ايش ما بطولوش، يعني بعد واحد سنه ما بطلع له، لو بده يطلع لحاله يعني لا هو القانون ما بطلع له شيء، يعني بيكون احنا اعطيناه يعني اكثر من حتى القانون العام. لكن افرض انه واحد فيهم طول
احنا اللي متعارف عليه احنا بنجيب السيره قدامهم بشكل عابر، او هم برضو بيحكوا لبعض انه هذه الشركه ما بتدفع على هو القانون العمل، يعني انه ما بندفع مثلا ايام جمعه، ما بندفع اجازات، ما بندفع تعويض شركه. يعني هذا الحكي بحكي انا انه بجوز انه يصير واحد منهم من عشرة انه يطول عندنا في حاله انه هو عارف انه احنا من يوم ما اشتغل انه ما بندفع الشغلات هذه. هل احنا بنكون في موضع حرام انه ما بندفع له حسب القانون؟ هذا بيختلف باختلاف العامل. لما اتفقت معه دخل وهو يحمل في ذهنه قانون العمل، اصبر، فهو في هذه الحالة لما بيدخل طمعان في فوائد قانون العمل. فإذا أنتوا شغلتوه عندكم وما بينتوا لواقعكم أنه نحن عمليا ما نتعرف على نظام العمل قانون العمل، وبناء على هذا نحن ما بندفع أجور أيام العطل ومدري إيش أشياء أخرى، فإذا بينتوا للعامل كل عامل طالت مدته أو قلت فما بيكون في عليكم شيء. أما إذا اكتركتوها القضية غامضة وهو بيدخل كما قلنا آنفا في نفسه أنه له حق العمل. ما هو إحنا برضو دليل أنه هو بيعرف كمان، غير ما إحنا بنحكي، إحنا بنحكي بين الفترة والأخيرة هم عايشين مع بعض العمال، أنه يوم الجمعة بيجي مثلا كل أسبوعين من حاسب ما بعطيه يوم الجمعة، قانون العمل بعطيه يوم الجمعة. مش مهم انت، بس المهم هذا في اول العمل، لانه اقل شيء بتصور انا من هالمصريين اللي عم تشير لهم بيشتغل عندك اسبوع، صح؟ اسبوعك انت 6 ايام، اسبوعه هو 7 ايام، نعم؟ اه، انت لما تيجي تحاسبه ما بتحاسبه على يوم الجمعه. بعطيه 6 ايام. ايه هو ما عنده خبر هيك؟ لا هو عنده خبر، لا يا حبيبي عم نحكي. لا هو عم يقول، عم يجيب الصوره انه باخر الاسبوع. بقول له دليل يعني، لا بس هم الغالب انه احنا بنفهمهم، يعني بنقول لهم انه احنا ما بندفعش لا اجازات ولا. يا حبيبي انت لو قلت هيك بغنيك عن ذكرك الحساب. لكن انت عكست، ذكرت الحساب وما ذكرت انه قبل ما يشتغل عندنا بتقول له الشرط عندنا كذا وكذا. اما لانه انا فهمت من كلامك الحقيقه انه هذا الانسان راح يعرف، يعني من الواقع، من واقع محاسبتنا له راح يعرف انه ايه ما في عندنا حسابات. انا ضربت لك الصوره، هذا بيعرف امتى؟ في نهايه الاسبوع. لكن هو المفروض انه يعرف في اول اسبوع. هو ليش انه في بجوز منهم، يعني مثلا اشغل واحد جديد او انا تسهى عني اني احكي له هذا الموضوع، يعني انه مثلا الغالب بكون عارف الشيء. لا اخي، هلا انت لما بتنسى بدك تحاسبه على القانون، اعطي بالك لما بتنسى، وهلا البحث هذا راح يخليك ما تنسى. لما بتنسى بدك تحاسبه على القانون للسبب اللي ذكرت لك يا آنفا، انه هو داخل عندك مخه مشحون بالنظام العمل المستقر في بين العامل والعمال، صاحب العمل والعمال. فانت اذا ما ذكرت له في اول اتفاق بينك وبينه بدك تطبق قانون العمل غصبا عنك حينئذ، سواء قل عمله او كثر. طيب دفعت له اخر الاسبوع اجرته؟ نعم دفعت له اخر الاسبوع اجرته. اي قلت له هي حسابك الخمس ايام او الست ايام اللي اشتغلتهم. قال لي كثر خيرك وممنونين وممتاز. طيب هو ما يعني هذا هو عرف انه هذا اللي يدفع له وهذه هي هيك من حاله، واستمر في العمل برضاء خاطره هيك بده هو. هذه يعني لو ما حكى
فكونه استمر بعد معرفته بأول أسبوع ما أحسب الجمار. وهذا هذه حالات يعني نادرة إنه واحد يستمر أكثر من سنة أو أكثر من 7-8 أشهر. لكن كونه راضي بأول أسبوع لأنه والله عرف إنه يوم الجمعة وإجا وداوم يوم السبت اللي بعده. فهل تؤخذ هذه كأنها؟ طيب هذا الرجل لو أقام عليكم دعوة بيكسبها ولا لا؟ طيب. ولو طلب. لا وإحنا مناش على بالنسبة للحرمة يعني إنه هل نقع في حرمة إنه من ناحية قانونية هون بيكسبها؟ يا سيدي الجواب كما تعلمون إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. المثال اللي ضربه عمك ما بيصدق على كل فرد من هؤلاء، قد يشذ يعني، ولذلك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم هو هذا. لا في صار إنه في منهم نعطيهم مع الجمعة وفي منهم بدون جمعة من العمال، لأن حتى المصريين نفسهم في اللي مثلا معلم شويه نحسب له الجمعه. هاي بقى اشكال اللي صارت. لا هو بدي احكي لك ايش انا فصلت لهم. نعم بدي احكي لك ايش فصلت لهم ايش اللي حكيت. طيب طيب فهم في واحد الداية انه طلع حسابه قال ما هو تخيل لانه صار في ايام شتاء، الشتاء لما تقل الايام مثلا داوم 5 ايام بنحسب له 5 أزداد في الجمعه، داوم 4 ايام بنحسب له 2/3. فإجا قال لي ليش؟ قلت له هو الأسبوع ما داومتش فيه كامل بخصب لك من الجمعة. فقول لي إنه طيب إيه إذا شو اسمه كتر لي أجرتي وبلاش تحسب لي الجمعة. فإجوا كانوا قاعدين كلهم جميعهم تعرف بالشتاء بكونوا قاعدين مع بعض ملبنبين. فقلت لهم إحنا ديروا بالكم أنتوا في منكم حتى صار له كذا سنة بيجي بيشتري عنا وبروح وبرد يرجع، إحنا أنتوا العمال ما بتاخدوش جمعة، اللي بحب ياخذ جمعة بدي أقلل له اجرته عشان اعطيه جمعة، بدي اوحدكم يعني. شو الفرق بقى بين القضيتين؟ مثلا انت العامل مثلا عندي باخذ 3.5 ليرات بدون جمعة. نعم لما بدي اعمله مع جمعة بدي اخليه مثلا 3 ليرات. فهمت يعني كل دروب على الطاحون، شو الفرق؟ ما في فرق. لا في فرق بالنسبة له. هاي بدي اشوف شو الفرق. الفرق بالشتاء لما يقعد ما بنحسب لهش بنخصم منه، ما باخذ الجمعة. يعني إذا داوم يومين ما باخد الجمعة. يعني ثلاثة أيام ما باخدش الجمعة. باخدش من يوم الجمعة. أربعة كان عمل. أنا القانون هذا. فأنا وضحت لهم قلت لهم إحنا. ألا اتركوا لي القانون. عم نحكي نحن مو بالقانون. عم نحكي بالشرع. ما هيك؟ بالشرع إني قلت لهم إنه إحنا ما بندفعش إجازات. لا بيهمني يوم الجمعة ما بتدفع، في صورة بتدفع في صورة ما بتدفع، شو الفرق بين الصورة اللي بتدفع والصورة اللي ما بتدفع؟ القانون بقول إنه ترك لي القانون يا حبيبي. في فرق اللي بداوم 6 أيام بياخذ اليوم السابع، بياخذ معاش أقل. إذا بدك تحسب له اليوم السابع في الحالة العادية بتدفع له أقل بحيث تحسب له الجمعة الزائد مجموع الأسبوع بقارب هذا. أي نعم. شو الفرق؟ الفرق هلا انه اللي اعطيته مصاري اليوم خاسين ما انحسب له يوم الجمعه. وفكره انه يا حبيبي هذا فهمان وبارك الله فيك. شو الفرق بين اللي بتحسب له يوم الجمعه واللي ما بتحسب له يوم الجمعه ونتيجه واحده؟ لا في اللي حسبت له يوم الجمعه مثلا انه كان معاشه عند رقم معين مثلا تحسنت مهارته. لا هذا دخلت عامل جديد اللي أنت. أنا ممكن في عامل زيادة. القضية ما كانت على المهارة، بطبيعة الحال عندك معلمين واحد تعطيه 9 واحد تعطيه 10، ما له علاقة بقضية يوم الجمعة اشتغل أو ما اشتغل. يعني هون عامل جديد تتعلق بالمهارة. ليش دخلت المهارة في الموضوع بينما كان موضوع أنه هاللي بيشتغل 6 أيام بياخد أكثر يومية؟ طيب إنه عنا كنا مترددين في بداية الشغل إنه في نحسب يوم الجمعة ولا لا، فكان قسم يأخذ الجمعة فظلت معلقة بيننا عنا في المكتب إنه بدنا نخلي كل العمال يأخذ يوم الجمعة.
فمشي نظام منهم انه ياخذ يوم الجمعه. في نقطه يعني في من عدد من الاشخاص بيوم الجمعه. شو الفرق بين عاملين عامل باخذ 6 ايام باجره معينه بدون الجمعه، وعامل باخذ اجره اقل شوي بس باخذ الجمعه برضه؟ يعني يا أحمد 7 أيام الأسبوع بيوم الجمعة، نفترض أنه يوميته 3 دنانير، قديش بيطلع له؟ 21 دينار. طيب كل يوم 3 دنانير، اشتغل الأسبوع كاملا أخذ 21، اشتغل 6 أيام أخذ 21 ناقص 3، يعني اه طيب شو الفرق بين القضيتين؟ هذا الفرق ما عم تلمس لي انا افهمه، يعني شو هو؟ على ما ينحسب له 6 ايام اخذ 3.5 ليرات في اليوم. ليش؟ مقابل ايه؟ مقابل عمله. طيب ولا عم يشتغل يوم الجمعه؟ لا ما بيشتغل، اذا اشتغل يوم الجمعه بصير اسبوع 8 ايام. 8 ايام ما انت ما خليت فيش 8 ايام وربع حتى. الله يهديني يا احمد. لما بنقول لك قانون، لما انت سعيد لما حكينا انا قلت شيء قانون العمل عجيب. قانون العمل بنص انه اللي بيشتغل 6 ايام له 7 اللي بنحسب له يوم الجمعه وهو قاعد. هو قاعد بدون ما يشتغل. طيب يعني هو قاعد في بيته باخذ 7 ايام، بينما اللي انا بقول اللي بنحسب له يوم الجمعه بكون 4 ايام. فهم انا زمان مني انا قلت لابني عشان يعني الله يتوب علي وعليك. صلي ساعة انا بسألك انه شو الفرق، بعدين مثلي ما خليتني اكل. شو صارت هي يعني؟ لما خليت على قانون العمل قلت لنا مقطوع جرح وروحنا بعيد. فضلوا انه ما ينحسب يوم الجمعة وتزاد اجر، يزاد يعني الاجرة اليومية حتى يرتاحوا اليوم بيشتغلوا بقى كامل ودوش يضاف لعلاوة الجمعة اللي هم قاعدينها. لانه اذا اشتغلوا 3 ايام ما بنحسب لهم شيء من يوم الجمعه. اذا اشتغلوا 4 ايام بنحسب لهم 30 يوم الجمعه، اذا اشتغلوا 5 ايام بنحسب لهم 5 ازداد يوم الجمعه. اذا اشتغلوا 6 ايام بنحسب لهم يوم الجمعه بصيروا 7. فهن فضلوا لانه انا اللي بلشت الدور لازم تعطوهم حسب القانون وحسب هن قالوا ما بدناش واعطونا يوم العمل فقط. أساس أجر هذه إحنا من هيك ناحية شرعية علينا 20. لا ما عليكم. لا بس هي النقطة إنه بدها توضيح، لأنه مش دائما يعني اللي خلانا أثير هذا المسألة إنه بعض المرات بتجدد العمال، بيجي واحد بيغيب واحد. بس بتبين له زي ما قال الشيخ. بتبين له الحكاية. أول يوم بيجي أنت يا عمي بتشتغل يوم الجمعة معطوه، ما إلك أجاره. أو أنت إلك أجاره من أول، ما إلك إجازات. أو إلك إجازات، ما إلك تعويض. إي نعم. البيان يطرد الشيطان. تعويض لما يقعد سنه كامله شغالين 42 متر تاليه، هذا قانون العمل. واذا ترك منه ما بقعد هالمده، ما عاد كله احنا بنعطيه كل ما اذا يسافر وشفناه نشيط بنعطيه اللي فيه نصيب اكراميه مكافات. اما الاردنيه بيشتغلوا معنا 100% حسب قانون العمل، ما حسب بياخذوا بياخذوا اللي لهم 100%، بياخذوا اجازاتهم قيمتهم بياخذوا. شيخنا ولو يعني مثلا يعني انا معلم مصلحه وعندي موظف اردني متوظف، قانون عمل العمال بنص على انه له اجازه سنويه. تمام. باجي انا بقول له من عارفه يعني ان حاسب الله لازم تشتغل ولازم اشتغل وطفران عايفه، بقول له انت ما لك اجازه وبده يشتغل، بقول بلا من هالاجازه يا عمي بديش الاجازه، بقول له بهي الحاله ظالمه. بتكون ظالمه اذا ما سويته بغيره. اذا ما سويته بغيره يعني واحد معطيه واحد ما بعطيه. يعني واحد درويش بتحط كلاتك عليه، واحد شوية حاله تعطيه غصبا عنك كل حقه. واحد يعني ممكن يقول مثلا والله هذا المهندس لازمني ومشي مصلحتي، لكن هذا العامل يعني ان غاب وان راح سوى، فهذا بعطيه جد وهذا ما بعطيه جد، فهي الحاله يعني تكون هذه متنطبقه. لا لا اختلف بين مندج بين عامل تختلف. المثل بدك المثل. ايوه المثل. يعني اثنين عمال زي بعض، هذا بعطيه وهذا بعطيه وش هذا؟ فيها التفريق يعني في المنصب؟ طبعا لانه هذا
تعبان على نفسه معلم يعني مثل معلم الإجير يعني بيلبس أواعي مكوية. طب عن لو وقع عليهم الغار طبقت عليهم الصخرة الله أكبر كيف الأجير تبعه ينمي له ماله يعني الآن والله إحنا ما عملت صحيح إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ما بجد طيب هذا شوف أنت شوف الحكمة برضو فيها حكمة الإجير إجي بعطيه مرضيش ما عجبوش الله ما عجبه من المعجب لا ما خديش أجر ما خديش أجر ولا راح بدون ما يعني أجر طيب ليه فما هذا المشكلة ما عجبه ما عجبه أصلا مارد أنا ما رضيش يأخذ أجر عن مين عم تحكي عن الحديث ولا عن الحديث طبعا ما رضي معناته بده أكثر كان مش هيك ما رضي يعني ما أعجبه إيه نعم استقله هلا 20 قرش قبل 20 انا بلاش اما هو طلعها سبحان الله لما له مصاريف معناته انت بتديش تعطي كل واحد اللي ما بده كيف انت ما بتقدر تعطي كل العالم زي ما بطلب منه طبعا هو ما اعطى مثل ما بده ما بده ولكن ما عجبوش العامل هو أعطاه يمكن أدر عشان حاله إنه قديش استحق عمل اللي خذه اللي لا هذا اللي بدي أكثر طيب معناته مش على خاطر العامل ليش أنا بدنا إن هذا أما يكون في شرط لا هو الفكرة على قد يعني وضع مختلف يعني ما لا لا هل هل ألا يعني هذا اللي سمعناه إنه هو أعطاه كما رأى صاحب المال أو اللي شغله وهذاك ربما طلع على ما بدي لا يا حبيبي لا ولا هو إنه متفقين على أجرة معينة الحديث على فرق من أرز الحديث نص من أجل الفائدة العلمية أيضا قال عليه السلام بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم فقام أحدهم وقال اللهم إن كنت تعلم أني أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت حلبت ثم بدأت بأبوي قبل بني فنأى بي ذات يوم الشجر فأرحت وقد أمسيت فحلبت كما كنت أحلب وجئت إليهما فهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء فانزاحت الصخرة شيئا قليلا لا يستطيعون الخروج ثم قام الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار فلما وقعت بين رجليها
قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا. ثم قام الثالث، وهنا الشاهد، قال اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز. هذا شرط واضح، كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، ثم جاءني، أظن في بعض الروايات بعد 10 سنوات 20 سنة نسيت، لكن الاستثمار هذا بدل على أنه سنين. ثم جاءني فقال لي يا عبد الله أعطني حقي. فقلت له انظر إلى تلك البقر والغنم فاذهب وخذها. قال يا عبد الله اتق الله ولا تستأذئ بي، لا تستأذئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب فخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها ما بقي. ففرج الله عنهم ما بقي وخرجوا يتمشون. بس احنا بنستغرب من شغله اللي هي اللي حلب لنسكر الوالدين واولاده يتضرعون من الجوع تحت قدمهم. بكل ما بسمعها انا بقول انا يعني هل احنا نعتبر هذا برد والديه يعني واولاده مثلا الأطفال استطاعوا، وهل طلع عمل صالح مثلا عنده هذا بالنسبة لما سمعنا. بس إحنا عمالنا من لقيها ممكن نضيف لها إنه يعني ترى هل أولاده لما يكونوا جائعين تحت قدميه ويتركهم ساعات حتى يناموا، وهل بيكون هذا يعني العمل أصلح يكون غفاء؟ طبعا هو ما في لنا نذكر أصلا، بس أنا لقينا كثير. بلا شك لما الإنسان بيأخذ الأمور بالروية والأناد والتفكير بيطلع منه الفلسفة هذه، لكن لما يؤخذ الإنسان وبيغلب عليه حب لشيء بيطير الفكر، ما بيجي بيناقش الموضوع مناقشة منطقية عقلية، انه هدول نايمين ولا حاسين بجوع ولا بشيء، شو معنى انا اتمسك بناحية شكلية محضة انه بر الوالدين؟ نعم، لكن هون اولادي جوعانين. هذا المنطق اخي مو دائما يجب نحن نعالج الأمور. يعني هلأ في عنا حوادث كثيرة تشبه هذه تماما. يعني مثلا قصة حنظلة، خرج يوما من بيته وهو يصيح نافق حنظلة نافق حنظلة، صحابي جليل. هذا مش عايش في المنطق تبعنا نحن، انه مو عيب هذا يفضح حاله مثلا، بنقول لنا مو انه لازم يستر حاله، مش في المنطق. هو مسيطر شيء
معنى فوقاني فوقاني ما ممكن نحن نتخيله. فهذا الذي سيطر عليه دفع دفعا يمشي في الطريق يقول نافق حنظلة حتى لقيه هو الصديق. هون بقى شوف شلون الفرق بين الرجلين. مالك يا حنظلة؟ قال له مالي نجس بين يدي الرسول عليه السلام فننسى الدنيا وما فيها. فإذا فارقناه وعافسنا، هيك عبارة عربية جميلة، عافسنا الأموال والأولاد نسينا كل شيء. قال له أبو بكر وأنا مثلك، لكن ما صح هو، هو أبو بكر ما صح. واستمر صاحبنا أبو صياح يصيح هيك لو وصل قص هذا الشمع البلاستيك بيعترق حتى وصل عند الرسول ويقول نافق مالك؟ قال له مالي يا رسول الله نكون بين يديك فننسى الدنيا وما فيها، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأموال والأولاد. قال عليه الصلاة والسلام يا حنظلة لو أنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهذا خرج عن طوره، عم يقول ينادي على نفسه بالنفاق، ويريت يكون احنا نفاقنا من النوعية. طيب إذن هو طول بالك شوية. مثل مثلا القصة اللي بحكي لكم إياها بغير المناسبة، بمناسبة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اليوم هذه المخلوقة اللي شفتها نكون في مسألة ننتقل أخرى لكن في فائدة. هذه بواسطة الهاتف تحكي قضاء وقدر وابتلاء، وهي صغيرة وعايشة حياة ضنك ومتعبة ولا آخره، وصارت يعني امرأة كبيرة وأبوها ما كان يهتم فيها وإلى آخره. ليش الابتلاء والامتحان؟ بذكر بقى أنا هنا ما يحضرني من آيات وأحاديث، مثل آية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخره. أنا ما لي عارف هذه المخلوقة شو وضعها، فأما أشرح لها أنه قد يكون الابتلاء لرفع درجات لزيادة حسنات، وقد يكون لتكفير سيئات على حسب الإنسان. هي أفهمتني أنه يعني هي مستقيمة قائمة بواجباتها وإلى آخره. قلت لها إذن هذا بيكون إكرام من الله يعني للإنسان المبتلى. وتلوت في جملة ما تلوت على ما سمع قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس إن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ورويت لنا الحديث الوارد في الصحيح أن الرسول ذكر بمناسبة الآية لما عليكم السلام لما إجا بعض الصحابة متضجرين من شدة إيش الضيق اللي شافوه من المشركين، قام تلا عليهم الآية وقال لهم كان الرجل ممن قبلكم يفتن في دينه فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يرتد عن دينه فلا يفعل حتى يقع على الأرض فلقتين. وبيقول لهم الرسول ولكنكم قوم تستعجلون. لمين عم يقول؟ صحابي. فأنا رويت له الحديث هذا فبقول نحن شو أصابنا من البلاء؟ ولا شيء. ولما اليوم بتجينا
وبشوفها حاسرة ومتبرجة ومش ما في على رأسها شيء. الله أكبر. كانت تحكي على التليفون أول؟ بالتليفون. بعدين حبيت قال تتعرف علينا. فشفتها بشعرها وعنقها مبين. قلت لها أنا الآن حقيقة يعني ما بيسعني أنا سايس النساء خاصة هيك وجه لوجه. قلت لها أنا الآن غيرت وجهة نظري. إنه هون ما في رفع درجات وزيادة حسنات. شلون يا أختي أنت طالعة هيك؟ أنا بالهاتف الحقيقة أنه هذه المرأة نادرا جدا ما أجد نفسي متحمس لإضاعة وقتي، لأني شفتها شو بدي أقول لك عنها إيه هيك شيء يعني. فأخذت حديث معها طويل في كل مرة بالهاتف كيف؟ ثلاث مرات تقريبا، ثلاث ايام او اربعة ايام هيك، يوم ايه يوم لا. المهم شعرت بانه باثناء الحديث بدي خاطبها، شو بدي قلها؟ اسمها ما بعرفها اسمها، ولا بستحسن لو عرفت اسمها انه ناديها باسمها. قلت لها وكنت فهمت منها انه ما هي متزوجة، بس اليوم تصحى فهمي ما هي متزوجة بمعنى ما عندها زوج، لأنه اليوم حكت لي أنه تزوجت واحد يماني وكانت حياتها سعيدة جدا، وفكرة بقى السحر هو اللي فرق بينهما. شغال. المقصود فالحديث هذا اتضاني. قلت له أنا كنيتي أبو عبد الرحمن، فأنت إلك كنية. هي ظاهر فهمت اسم يعني، سمت لي حالة. قلت لها أنا اسمي محمد ناصر الدين الألباني، بس أنا ما قلت لك شو اسمي، قلت لك كنيتي أبو عبد الرحمن. قلت لي عفوا، هي كمان هي فهمت خطأ أنه ما بتنادي لي أبو عبد الرحمن، عرفت شلون؟ قلت لها لا أنا بريد أنت إلك كنية. ورويت لها بعدين رويت لها، قالت لا أنا ما عندي ولد. قمت اعتبرتها فرصة وبينت لها السنة أنه يكنى الشخص سواء كان ذكر أو أنثى يكنى بكنية، وأنت إلك أسوة بالسيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت يا رسول الله كل نسائك لهن كنية. قال تكني بابن أختك أسماء عبد الله بن الزبير. فمن يومها سيدة عائشة ولم ترزق منه عليه السلام ولدا، فكان بإيه؟ بأم عبد الله. قلت له شو رأيك أنت نكنيك أبو عبد الله، وهذا بيكون تفاؤل خير إن شاء الله. والله تقبلت. فالمهم اليوم قلت لها يا أم عبد الله. قلت لها يا أم عبد الله أنا كنت أقول لك يا يعني زيادة حسنات ورفع درجات، هلا ما بقى عندنا إلا تكفير سيئات. كيف أنت طالع هيك؟ قالت هيك الوضع. قلت له هذا وضع مين صنعه؟ إيش هذا الوضع؟ هي اللي شوي هيك مغطاية اللي شفتها أختها الكبيرة. أي نعم. هذه شوي يعني راجني وفهمي أكثر منها من ناحية دينية. هي أجنبية من البلاد هنا؟ لا هي من البلاد، لكن قالوا لنا أصل جدهم من سوريا حموي. أي نعم.
المهم وين الشاهد؟ اللي ما يمن حمص. إيه وين كان الشاهد؟ سلسلنا كتير بعدنا. عشان التقوى يعني، لأنه حد ما يتخلى خلاج على مخرجه. كيف؟ ربطناها إنه هذاك الرجل اللي دك المصريات في الخشب. أيوة. إيه عم إلا بقى أنت علاجك تقوى الله. لأنه هي جاي بتشكي أمرها بتظن أنها مسحورة. وأنا قلت لها أنا شايفك أنت عايشة فقط في الأوهام. من جملة أسئلتها مع أنها مثقفة موظفة كبيرة مثل ما قلت لك، بتقول لي شو هي التابعة؟ قلت لها من وين أنت أخذتي؟ شو تابعة؟ ما في تابعة في الدين. في سحر، وكانت حكيت معها طويلا من وراء الهاتف السحر، لكن قلت لها خلاص من السحر، مش تردد على الدجالين، لازم تقرأي أوراد وأذكار وإلى آخره. اليوم قلت لها بتقرأي قرآن؟ شو قالت أختها؟ قالت تقرأ. قلت لها لا أنا ما بتقرأ. هي شو بتقصد؟ تحسن قراءة قرآن. أنا أقصد أنه يعني، لأنه قلت لها في جملة ما وعدت اليوم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت امرأة تعباني عم تتعبي نفسك بنفسك بأوهامك، فاربطي قلبك مع ربك وقرأي كلام ربك صباح مساء. وكنت عرفت أنه في تلفزيون، قالت والله التلفزيون عندنا معطل ومعشش عليه عنكبوت. أنا الحمد لله ومن العصمة ألا تجد، يعني واحد بده يعمل شر ما بيلاقي، هذا توفيق من الله عز وجل. المهم قلت له آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من أهل. تممت له الآية، قلت له هذه الآية هي الشفاء بالنسبة لك، وأصحى تترددي على المشايخ إلى آخره. الشاهد أنه أمور تقع في هذا الكون ما بتدخل في النظام العام. الأمثلة ذكرناها آنفا، وخطر في بالي المثال اللي بذكركم اياه بمناسبة يتق الله، أي الآية ذكرتها الآن. ومن يتق الله، هذاك الرجل اللي تدين من الغني 100 دينار وتوعده إياه على الوفاء في يوم عود، وضرب في البحر وسافر، وجاء اليوم الموعود وهو لا يستطيع الوفاء، يحضر في ذلك اليوم، ماذا فعل؟ شغل جنان، بياخذ الخشبة هاي وبيحفرها وبدق فيها 100 دينار ذهب، وبيروح على ساحل البحر وربيه الخشبة في البحر، بيقول يا ربي دروشة متناهية، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، إذا أنت بقى دبر الموضوع بحكمتك وإرادتك. هذا هون ما في منطق، هون ما في عقل، هون في روح تسلطت على الإنسان. شو هي الروح؟ روح الوفاء والأداء في اليوم الموعود. وبتعرفوا بعدين كمال القصة، قصص كثيرة من النوعية ما بتدخل البخاري، قصص ما بتدخل في ميزان المعتاد يعني. آخرها وبيكفي الأمثلة هاي، سيدنا خالد بن الوليد بيستف السم، هل يبيع لك الجمل؟ هذا ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. هيك نحن اللي ما بيأمنوا بهذه الأشياء الخارجة عن نظم الحياة بيقول لك هذا إلقاء بالتهلكة، صحيح، لكن هو يومئذ ما عم يعالج الموضوع بنظام الأسباب، هو فوق هذه النظم كلها، ولذلك ما أثر فيه. فأنا قلت يا ذي المخلوة، نحن بحاجة للإيمان، هو اللي بيعالج هذه المشاكل كلها. أنت عم تحاولي تعالجي أمورك على مذهب أبي نواس، هيك قلت لها وداوني بالتي هي الداء. شيخنا فيه المشي على الماء، أي نعم، هذا أبو العلاء الحضرمي. أبو العلاء الحضرمي جيش كان نهر البحرين، وذيك البلاد كان المشركون في الساحل الطرف الثاني،
لما شاف الجيش ماشي على البحر من وراء قائده بضبضوا بيقولوا عنا بالشاب يعني استسلموا بحر ايه ماشي هو جنده وابله ودوابه والى اخره بعد وفاة الرسول بزمن صحابي لما كانوا يفتحوا البلاد مع خراسان وذيك البلاد كيف الصحابة ايه فوالله ما ابتلت منا الا اسافل نعالنا يعني ماشي على 5 سم الساعة 9 اعطيهم خبر هي تعوضت الجلسه هي بذلك كويس بالنسبه لقصر الاظافر كيف؟ قصر الاظافر اه اثار شيء انه لقائهم ب يعني في حظر على انه صحيح ما في مشكلة الصيرفة والبنوك الإسلامية مفند آرائهم رد عليه الشيخ اللي هو نائب في مصر شيخ إسماعيل أيوه رد عليه برضه وهو رد على مقال قال له نحن بحاجة إلى علماء يكونوا على مستوى المسؤولية في بالقضايا العصرية الحالية إنه نبحث فيها أستاذي فهمت بخصوص العمرة ما في طواف الوداع إلا للحج نعم هو كذلك أما الإنسان صار يكثر يعني هناك من الطواف أي نعم أي نعم أثناء اللي قالوا هناك يعني إذا راح عمرة الإنسان ما يطوف طواف الوداع ما في طواف وداع العمرة طواف الوداع بالنسبة للحج بلتشغل العلماء هنا ضد الحرم في طواف الوداع للعمره يستندون لحديث ابن حميد وغيره يكون اهل عندك من بيت العتيق عامي مش خاصه بالحج يعني انه هذا يكون اخر عهدك في البيت الطواف فقال اخر عهدك في البيت سواء بحج او بعمره متى حضرت الى مكه فبكون اخر عهدك الحديث سياقه ما بيدل على هذا التعميم ما بدون نعم طيب شو احنا ردنا يعني بالصورة هو هذا ما في اوضح من هيك يعني لأن هذا بتقاله في الحج يعني اي نعم في فعل السلف شيخ شيء ما اذكر ما اذكر الآن نعم في نكتة لكن هي يعني حابب استفسر عن حقائق تابعة لها النكتة بيوردها ابن الجوزي عن حمقى من حمص انه واحد منهم يعني من زهده ومن تعبده وحبه للصحابة انه بده يحج عن حمزة لانه حمزة مات قبل ان يحج وواحد ثاني بيذبح عن عمر وعثمان لانهم ما ذبحوا بالحج وواحد ثالث كان يصوم عن عائشة فانا بعرف انه حمزة صح ما حج لانه ما حضرته الحج وعثمان هل صحيح أن ما ذبحوا في حجهم؟ هي فيها غمز فيها لمز أو فيها يعني شفقة هو يشير بأنهم أفردوا فالمفرد ما بيذبح والصيام والسيدة عائشة بيشير الظاهر أنها تقول هي في صحيح البخاري ومسلم أنها كانت لا تستطيع أن تقضي ما عليها من صيام رمضان بسبب العذر إلا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم العبارة من ألطف العبارات اللي تعني معنى يستقبح عادة التصريح به الحق أن الرسول عليه السلام كان رجلا بمعنى الكلمة غير النبوة والرسالة فهو كان قويا من أقوى الرجال بل هو أقوى الرجال وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس
أو حديث أنس مالك كانوا يتحدثون بأنه عليه السلام أوتي قوة 30 من الرجال، وهذا بأكده كونه عليه السلام كان يطوف في ليلة واحدة على نساء التسع، هاي ما بيستطيعوا الرجال معروفين يعني. وهو كان شوي كبر يعني في الكبر يعني شو لما كان بعد ما بعد النبوة بعدين بعد ما توفيت خديجة زوجته بين 40 و 50. المهم فهي شو بتعني بقى الشغل برسول الله؟ ما دام الرسول مش شاغل نفسه بالصيام فإذا هو لازم نحن نكون جاهزين له. فإذا هي بدأت بالقضاء حرمته مما قد يريد منها، هيك تستنى ليدخل شعبان، فإذا دخل شعبان بدأ الرسول عليه السلام بالصيام، تأخذ بها هي بيجيها الفرج تقدر تقضي. فالظاهر أنه هذاك أشار إلى أنه بسبب انشغالها بالرسول عليه السلام لدرجة عن قضاء ما عليها من الفرض إلا في شعبان، فإذا هي ما كانت تستطيع تتنفل فلازم يتنفل عنها. يلا يا جماعة قهوة مو فنجان كاسة شاي، فنجان قهوة بطول أكثر. ليس شرط شيء العدل بين الجماع بين النساء، ليس شرط إيش بالعدل بين تعدد النساء الجماع، يعني إذا كان هذه جميع مرتين مرة هذه ولا شيء. لا هذا لا يملك، هذا لا يملك. نعم، لكن الشرط هو البيات ومحاولة إعطاء الحق. نعم. شيخنا بالنسبة للوليمة، إنسان طبعا تزوج ما أولم لا بقليل ولا بكثير، يعني بعد مدة يعني في علي أستاذي هذا يعني يولم؟ ليش ما أولم؟ بسبب يعني ما لا ليس له أن يولم، ليس له يعني قضاء ما عليه شيء. لا ما إذا متجوز ثاني مرة يولم؟ يعني إذا معشي لا هو بيضر يعمل دعوة، باب الدعوات مفتوحة. نعم هذا هو. يلا سيدي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك ما يكون خلص. بسم الله.